السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبائي طلبة الصف الرابع. أعزائي الطلبة، نتناول في درسنا هذا قانون الموحد للغازات. أخذنا في دروسنا السابقة قانون بويل اللي هو العلاقة بين الحجم والضغط وعلاقة عكسية، وأخذنا قانون شارب بين الحجم ودرجة الحرارة علاقة طردية، وقانون أيضا أخذنا قانون غيلوساك بين درجة الحرارة والضغط. الآن نحن نوحد هذه القوانين بقانون واحد نسميه قانون الموحد للغازات. إذا أنا عندي القانون الأول، رح نأخذ القانون الأول هو بي ويا في، هذا هو يساوي لنا ثابت، وعندي أيضا الحجم ويا درجة الحرارة هذا أيضا بالثابت، هذا سميناه أخذناه قانون بويل، وهذا علاقة طردية هنا عكسية، علاقة عكسية، وعندنا هنا قانون شارب وهذا علاقة طردية، وعندي أيضا الضغط مع درجة الحرارة جلفن، وبالثابت هذا سميناه قانون غيلوساك. هذا كي، كي فتحة كي فتحتين، هذا كل قانون من هذه القوانين درسناها في دروسنا السابقة وأخذنا أمثلة عليها. راح نوحدها بقانون أحد، وهذه تمثل كي كمية ثابتة. راح نوحدهم في قانون هو قانون الموحد للغازات. هذا عزيزي القانون هو الضغط الأول في الحجم الأول على درجة حرارة الأولى في الجلفن تساوي الضغط الثاني حجم الثاني في درجة حرارة الثاني عند تغير ظروف التفاعل اللي هي من درجة الحرارة والضغط، فرح يتغير الحجم. العوامل اللي تأثر في الغازات إنه هو الضغط والحجم، الضغط ودرجة الحرارة. الحجم هي كمية ثابتة راح ناخذها، بس راح تتغير الضغط ودرجة الحرارة، متى تتغير راح نلاحظ انه الحجم ايضا يتغير، قلنا يتأثر في هاي الظروف. اعزائي الطلبة، انت شلون تعرف انه هذا القانون راح تاخذه؟ تعرفه عندما تشوف عندك درجات حرارة 2 وضغط 2 وحجم 2. من يجينا بالمسألة يذني العوامل ثلاثتهن وما يقول لي بثبوت اي واحد من عندهم، فاعرف انه هذا هو القانون الموحد للغازات. انه هذا اعزائي الطلبة اجي اعرفه، اقدر اعرفه انه هذا الحجم، حجم كمية معينة من الغاز راح تتناسب تناسبا عكسيا مع الضغط وطرديا مع درجة الحرارة. ناخذ امثلة على هذا القانون. مثال الأول، فقاعة هواء كبيرة صغيرة حجمها 2.1 ملي لتر ارتفعت من قاع بحيرة حيث الضغط 6.4 اي تي ام ودرجة حرارة 8 سيليزي الى سطح الماء حيث درجة الحرارة 25 سيليزي والضغط 1 اتموسفير. احسب حجم الفقاعة على سطح الماء. أعزائي الطلبة، احنا نلاحظ دائما ملاحظين الغواص يعني الفقاعات تطلع اثناء الغواص من الخوذة مالته، الانبوب التنفس اللي ياخذ بالاكسجين، تكون في قاع البحر او النهر تكون صغيرة، وكل ما ترتفع راح يكبر حجمها، يكبر حجم. سبب ذلك ليش ده يكبر؟ احنا ليش؟ لان الضغط في اسفل يكون اعلى
وكل ما بدنا نرتفع فوق سطح الماء بدنا نصعد راح يقل الضغط، من يقل الضغط اذا شو تتوقع الحجم راح يزداد. اذا هذا المثال ممكن احنا ينطبق على سؤالنا على هذا التمرين، انه في حاله الفقاعه دا يريد منا حجم هذا الفقاعه، شو تتوقع الفقاعه بسطح الماء تكون اكبر لو اقل؟ احسنت، راح تكون اكبر. ليش؟ لان الضغط المسلط راح يقل، من يقل الضغط الحجم اذا يزداد. اذا هذا فكرة السؤال مثل فكرة الغواص من الفقاعات، تبدي أول مرة صغيرة ومن تصعد لأن دا يقل الضغط، فأخلي ببالي دائما من أرتفع من سطح الماء راح يرتفع راح يقل الضغط أي الحجم يزداد. راح نجي نشوف المعلومات اللي عندنا بالسؤال. لاحظ عزيزي الطالب، عندك هنا حجم، حجمها، وعندي الضغط ودرجة الحرارة. هاي وين موجودة؟ موجودة في قاع البحيرة. قاع البحيرة الضغط يكون أعلى، في قاع البحر يكون الضغط أعلى. إذن عندي آني من أجي على المعلومات، عندي ضغط وعندي حجم وعندي درجة الحرارة. فراح أجي بالبداية الحجم، آني عندي أول الحجم الأول هو 2 بالمل، العفو الحجم، هذا الحجم هنا راح أنزله جوا الحجم، الحجم الأول هو 2.1 مل. عندما كان الضغط 6 اللي هو الضغط الأول هذا عندي هنا، الضغط الأول يساوي 6.4 بونت أتموسفير، ودرجة الحرارة 8 راح تحولها إلى كلفن، قلنا 273، 3.8 هنا 11، هنا 8.2 هذا بالكلفن. لو اجي اعزائي الطلبه صار عندي هنا ارتفعت، صار بالضغط، لاحظ اذا الضغط كلما ارتفع الى سطح البحر راح يقل الضغط، فاذا الضغط هنا الضغط الثاني هو 10.1 اتموسفير. يريد مني الحجم، اذا اتوقع يكبر يزداد، اذا تخيل الفقاعه تظهر تبدي تكبر على سطح، ودرجه الحراره بالكلفن هي 25، ضيف لها 273 يصبح 298 بالكلفن. هذه المعلومات، ما عندي ثبوت أي واحد منهم، ثلاثتهم موجود، العوامل هاي العوامل اللي هي الحجم ودرجة الحرارة والضغط، ثلاثتهم اللي يأثرون بالغازات موجودة تأثر على حجمها. إذن هذا يا قانون يشملهم ثلاثتهم، ممتاز، هو قانون الموحد، فأجي أطبقه. حولنا، أهم شيء تنتبه إنه تحويل درجة الحرارة لا متبقيها بالسيليزي، لازم تتحول إلى كلفن. الحجم هو الضغط، ألاحظ لازم وحدات موحدة، اثنينات بالأتموسفير يعني بالجو موحدة. الحجم هو المجهول، فش تتوقع الحجم بيش راح يطلع لي؟ أحسن، راح يطلع لي بالمل. فقانونها إذن V1 على درجة الحرارة تساوي V2 احنا خلينا ببالنا انه الحجم لازم يكبر لان الضغط قل، فهاي اخليها الحجم الثاني لازم يكون اكبر يطلع لي. اتوقع الحجم هنا لازم يكون عندك اكبر قبل ما تحل السؤال. هذه الملاحظات تنتبه لها اثناء كتابتك للسؤال، اثناء تفكيرك للسؤال، وتتوقع شنو حتى يكون تفكيرك منطقي وصحيح فحلك يكون اضبط. نجي على نعوض، البي 1 عندي هو 6.4 اتموسفير، عندي درجة الحرارة، هاي درجة الحرارة 281 بالكلفن، لاحظ عزيزي الطالب تعويضك يكون مضبوط على نفسه. عندي الحجم هنا، الحجم هو 2.1 مل، ثلاثتهم موجودين. اجي هنا الضغط الثاني هو 1، في الحجم اني اريده مجهول الحجم الثاني، درجة الحرارة 298 بالكلفن. لاحظ عزيزي الطالب، فأجي هسه حاصل ضرب الطرفين، يعني الحجم الثاني مضروب بالضغط الواحد وبدرجة الحرارة، إذا المضروب بيهم وين راح يصير؟ راح أوجد قبل اليساوي هو المجهول، المضروب بيها راح يصير بالمقام، يعني الضغط اللي هو 1 أتموسفير في 281 كلفن، البقية راح يصيرون بالبسط أتموسفير
في الحجم 2.1 مل في 298 قلبا. احذف الوحدات اعزاء الطلبة، بيش دي يطلع لي الوحدة 14.25 بالميل، لاحظ بالميل اللي هي وحدة صغيرة للحجم. اذا اعزاء الطلبة حتى يكون تفكيرك منطقي وصحيح بالسؤال، لازم اخلي معلومات ببالي قبل ما احل، اشوف يا قانون من القوانين اللي خدناها سابقا او هذا القانون ينطبق. مدام عندي ثلاثة هم العوامل، الضغط درجة تأثر بالكمية الغاز، الحجم، وهاي أيضا نفس الحالة المجهول هو الحجم. بما أنه الضغط قل فأخلي ببالي أنه الحجم يزداد دائما، الفقاعة كل ما تصعد إلى سطح لح يقل الضغط عليه فتكبر حجمها، فأخلي ببالي هذا الاستنتاج أنه الحجم يصير أكبر. لاحظ ممكن أعزائنا المصور يبين الحجم كيف كان، هذا الحجم كان 2.1 مل، قد أصبح 14.25، أي زاد لأن الضغط عليه قل. نأخذ سؤال آخر حول نفس الموضوع عزيزي الطالب حتى لتوصل الفكرة أكثر. مثال 2، دائما دائما عزيزي الطالب حاول من تجي تعوض أرتب المعلومات، لا أجي أعوض حتى لا يصير تعويضك الضغط مو نفس مكانه، يصير بمكانه الصحيح. ناخذ مثال 2، عينة من غاز CO2 حجمها 4 لتر وتحت ضغط 1.2 ATM وبدرجة حرارة 66 درجة سليليزي، تعرض إلى تغير فأصبح حجمه 1.7 لتر عند درجة حرارة 42 درجة سليزية، أحسب ضغطه علما بأن عدد مولاته لم تتغير، أي كميته لم تتغير. لاحظ عزيزي الطالب نجي نقرأ السؤال ونفسره مع بعض. احنا ايش مطينا بالسؤال هنا؟ مطينا الحجم، مطينا الحجم، ومطينا الضغط، ومطينا درجة. اذا ثلاثة هم دول العوامل، اذا عندي حجم وعندي ضغط وعندي درجة حرارة سليزية حولها إلى جلفن، إذا ثلاثتهم موجودات وعندي يعني مو مرة حجمين وضغطين، يعني عندي هنا أيضا درجة لخ، فكم درجة صار عندك؟ صار عندك درجتين، صار عندي درجتين، والضغط هو الضغط معلوم ويريد الضغط المجهول أيضا ضغطين، وعندي حجمين. فرأسا بالي وين يروح بالك من يجينا هيك معلومات؟ رأسا بالك يروح على القانون الموحد، يقول الكمية عدد المولات هي موجودة. فراح أجي أنا أول شيء أقول الحجم، الحجم بالبداية كان عندي 4، إذن الحجم الأول هو 4 لتر. الضغط عندما كان الضغط الأول يساوي 1.2 أتموسفير. درجة الحرارة طبعا إحنا عندنا لازم نحولها إلى كلفن، أجمعها اللي هي 66 زائد 273، 339 بالجلفن. من أجي على الحجم الثاني، الحجم الثاني أصبح 1.7، هذا 4 بالبداية، الحجم لاحظ الحجم قل، الضغط هو يريده، الضغط الثاني ضغط قل. درجة الحرارة بالجلفن تساوي 42، 42 أضيف لها 273 315 بالجلفن. لاحظ عزيزي الطالب، إذا أنا صار عندي الحجم، الحجم تعال نستنتج إنه الحجم قل ودرجة الحرارة 339 صارت نقصت،
شنو العلاقة بينات الضغط والحجم؟ أسألك عزيزي الطالب، علاقة لو تتذكر الضغط، العلاقة الضغط ودرجة الحرارة هي علاقة طردية، والعلاقة طردية والضغط مع الحجم علاقة عكسية. إذا شو تتوقع الحجم؟ الضغط شو راح يصبح؟ عافية، كل زين. ممكن هيك نفكر تفكير منطقي، إنه ما دام الحجم قل الضغط راح يزيد، فأجي أضعه حسب قانونه بي في 1 على تي تساوي بي 2 في 2، فأستخدم معادلة الحالة اللي هي بي في 1 هنا على تي 1، هذا بي 2 على تي 2. أجي أعوض بالتعويض، لاحظ عزيزي الطالب عندك الضغط الأول هو 1.2 أتموسفير في الحجم اللي هو 4 لتر في درجة. شوف رتب حلك مضبوط بالدفتر بورقة الامتحان حتى ما تتخربط وتحير وين تخلي الضغط اليا درجة. كلها هاي المعلومات الأولى هي راح تنزلها بالقانون بالجزء الأول من القانون على 339 جلفن ويساوي الجزء الثاني. هذا الجزء الثاني راح يتعوض هنا، الضغط هو المجهول، درجة الحجم عندك 1.7 باللتر أيضا، على عندي شنو لدرجة الحرارة 315 جلد. ونفس الشيء أعزائي الطلبة قلنا راح أجي ألاحظ الحال شنو، منو اللي أخلي بالمقام، منو اللي أخلي بالباص، دائما المضروب بالمجهول عزيزي الطالب، دائما لا تتخربط يعني الحد السادس والأسئلة الوزاري، ومن صحح وزاري لاحظ دائما المقام ما يخلو مكانه الصحيح، دائما مضروب بالمجهول عزيزي الطالب، دائما المجهول لازم يصير بالمقام. فلاحظ عندك هذا المجهول بيش مضروب، مضروب بالحجم وبهاي درجة الحرارة، فإذا من تجي تخليها بي 2 يصير دائما بالمقام، راح يصير عندك 1.7 هذا الحجم في درجة الحرارة 339 جلفن. تجي هنا البقية راح يصير 1.2 أتموسفير الضغط في الحجم 4 لتر في 315. هذا راح يصير الكي ويا الكي راح يروح عندنا، ايضا عندي الحجم راح يروح، الحجم ايضا وحدات دائما تحذفها، تخلي بس وحدة المجهول اللي انت توجد، انت توجد الضغط، اذا وحدتها اتموسفير. اجري الحسابات الرياضية 2.6 اتموسفير هذا الضغط. لاحظ كان عندك هذا عفية الحجم قل اذا الضغط يزيد، اذا زاد الضغط. فدائما اعزائي الطلبة ايضا تنتبه الى الوحدات، مرات يعطيك الحجم بوحدات مختلفة، يعطيك بميل بلتر، لازم توحدهن. اذا كان المجهول هو المعلوم ضغط والمجهول حجم، فايضا لازم انتبه الهجم. اعزائي الطلبة اذا القانون الموحد للغازات انتبه الى هو يشمل جميع اللي اخذناها القوانين السابقة، واعوض تعويض صحيح. ناخذ قانون اخر هو نسميه قانون افوغادرو. قانون افوغادرو هي العلاقة بين الحجم وكمية الغاز، علاقة بين، اكتبها اعزائي الطلبة عندنا قانون افوغادرو. القانون الاخر اللي احنا ناخذه هو قانون افوغادرو، هو العلاقة بين كمية الغاز والحجم. قانون افوغادرو، قانون افوغادرو بدل القلم، هو علاقة بين كمية الغاز والحجم.
هي نص أعزاء الطلبة إهدانا قانونه، إنه دائما أنا عندي كمية الغاز مثلا عدد المولات، عدد المولات والحجم علاقة بيناتهم علاقة طردية، فإذا يتناسب تناسب طرديا، فمن أجي أقول الحجم عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة، فإن الغاز راح يتناسب طرديا مع كميته. فمن نجي أكتب القانون مباشرة، هذا نجي العلاقة بين الحجم كمية اللي هي عدد المولات، دائما عندنا الكمية نمثلها عدد المولات، فال V راح يتناسب لي V ويا عدد مولات، هاي علاقة بيناتهم علاقة اكتبها طردية بثبوت عندنا قلنا الضغط ودرجة الحرارة دائما. إذا V يساوي K N K، وبالتالي إذا سوينا قانون الخاص إله راح يصير عندي V عند استخدام كميتين مختلفتين اللي هي N1 وN2 تشغلان حجمين مختلفين اللي هو V1 و V2، يصبح العلاقة نكتبها اللي هي العلاقة أول مرة شعدي أعزاء الطلبة V1 على N1 تساوي V2 على N2. هاي عند ثبوت، لازم انتبه عند ثبوت درجة الحرارة والضغط، من يكون عندي ثابت أعزائي الطلبة، فإذا هنا العلاقة بين الحجم وبين عدد المولات، أخذنا علاقة الحجم بالضغط، أخذنا علاقة الحجم بدرجة الحرارة، وأخذنا الضغط مع درجة، الآن نأخذ قانون أفوجادرو هو الحجم مع عدد المولات، وهناك حجم نسميه بالحجم المولي، أعزائي الطلبة الحجم المولي أقدر نسميها، فأجذب قانونه. ايضا حجم في ظروف قياسيه، عندي في بعض الاحيان في ظروف قياسيه، نجي الظروف القياسيه اللي هي STB، في حاله STB تكون الضغط درجه الحراره في حاله في درجه الحراره اللي هي صفر اللي هي 273 بالجلفن وضغط 1 اتموسفير، فعدد مولاته 1، في عدد مولاته عدد المولات يساوي 1 مول اعزائي، فالحجم المولي راح يصير عندي الحجم المولي يساوي 22,414 لتر. هذا الآن أعزائي الطلبة ما يسمح به الوقت هو أن نكتب نص القانون، ومن ثم أكمل لك في الدرس القادم. نص قانون أفوجادرو تحتوي الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة على عدد متساو من المولات عند ثبوت درجة الحرارة والضغط متساوي. هذا عند ثبوت أهم شيء بيقول لي بالمسألة عند ثبوت درجة الحرارة والضغط. إذا هو هذا قانون أفوجادرو نستخدمه في حالة من يقول لي بثبوت درجة الحرارة، عندي كمية من عدد المولات ويريد الحجم، وأقدر أستخدم هذا القانون. أعزائي الطلبة هذا هو ما يسمح به وقتنا، وإن شاء الله نكمل الموضوع في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.